التطورات في الداخل الإسرائيلي سنتابعها الآن مع مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة زميلة دانا أبو شمسية. دانا، يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية قال إن ما حدث اليوم من اعتراف ثلاث دول أوروبية بالدولة الفلسطينية هو نتاج فشل سياسي غير مسبوق، هذا وصف يائير لبيد. إلى حد اللحظة كيف هي التطورات، كيف تتفاعل الدولة الإسرائيلية مع ما حدث؟ بالفعل أحمد، يعني يستغل لبيد كل الظروف المواتية لمهاجمة الحكومة الإسرائيلية ككل والمنظومة السياسية متمثلة في بنيامين نتنياهو بشكل خاص، وخاصة يقول بأن نتاج اعتراف الثلاث دول بفلسطين هو اعتراف أحادي الجانب، والكل الإسرائيلي يستخدمون هذا الوصف، ولكنه يقول أنه نتيجة عدم، ليس أزمة سياسية بل نتيجة فشل سياسي، وبهذا يلقي اللوم على المستوى السياسي المتمثل في بنيامين نتنياهو وعلى وزير الخارجية كاتس، اللذان لم يعرفان كيفية إدارة الأزمات السياسية في هذا الوقت الراهن، والذي دفع لربما حسب اعتقاده إلى الاعتراف في الدولة الفلسطينية. صدى هذا الاعتراف منذ ساعات الصباح والجميع يغرد على هذا الاعتراف، الجميع أجمع بأن هذا اعتراف أحادي الجانب وطالبوا بمزيد من العقوبات التي تفرض على السلطة الوطنية الفلسطينية كونها الدافع والمسبب للاعتراف في الدولة الفلسطينية، وخاصة في أعمالها الدبلوماسية الأخيرة في المحافل الدولية. والحديث عن أموال المقاصة، سموتريتش يعتقد أن احتجاز أموال المقاصة وهي أموال فلسطينية بحتة من الجانب الإسرائيلي، هذا سيؤدي لربما إلى تضييق الخناق على الموظفين في السلطة الوطنية الفلسطينية، وتضييق الخناق اقتصاديا، هذا يعني حراك في الشارع الفلسطيني وأزمة داخلية فلسطينية وإسقاط السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب أن يكون هنالك قيام على هذه السلطة من قبل الموظفيها. لذلك يتمسك في هذه النقطة تحديدا ويقول بأننا يجب العمل على عدم إعادة أموال المقاصة تماما إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وقال يجب إلغاء قانون المسار النرويجي، وكان يقصد في هذا القرار أو القانون الذي صدر منذ بضعة أشهر مع بداية الحرب والذي يفضي إلى تحويل أموال المقاصة الفلسطينية إلى مصرف في النرويج واختيار دولة ثالثة حسب تعبيره حتى يتم احتجاز هذه الأموال لعدم تحويلها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. اليوم بعد اعتراف النرويج في دولة فلسطين كان قد جن جنون سموتريتش وكان قد طلب في إلغاء هذا المسار النرويجي، بل قال أيضا بأنه لن يقوم بدفع التعويضات أو المبالغ المترتبة للبنوك الإسرائيلية، وهذا يعني أيضا أزمة جديدة على السلطة الفلسطينية وعلى البنوك الفلسطينية التي تتعامل مع البنوك الإسرائيلية من خلال عدم تسديد قيمة الفوائد أو المصاريف المترتبة عليها. كل هذا من الناحية المادية. أما التضييق من الناحية السياسية فيرى سموتريتش بأن البناء الاستيطاني وتوسيع البناء الاستيطاني هو الحل لمجابهة السلطة الوطنية الفلسطينية. يقول ويدعو أعضاء الكابينيت الذين سيستمعون غدا في الكنيسة الإسرائيلية بالقبول فيما دعا إليه إلى البناء الاستيطاني، وحدة استيطانية أو مستوطنة مقابل كل دولة تعترف في الدولة الفلسطينية، ويقول بأنه كان قد جهز ملف لثلاثة مستوطنات بناء على الاعتراف الثلاثي، مقابل كل اعتراف يكون هنالك مستوطنة تقام في مناطق فلسطينية. كذلك الحال كان قد طلب في اجتماع عاجل للجنة الوزارية للتخطيط والبناء المعنية بإصدار قرارات فيما يتعلق في الاستيطان، سواء من إقامة وحدات استيطانية جديدة أو توسيع مستوطنات جاثمات على أراضي الفلسطينيين وفي الضفة الغربية، وطالب من هذا الاجتماع أن يتم الموافقة على ما يطرح سموتريتش من خلال بناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية. كل هذا ربما دانا، يعني في هذه النقطة سموتريتش كانت له خطة ربما برأت قبل 7 أكتوبر وربما عطلت بعد ذلك بشكل أو بآخر، لكن خطة التوسع في المستوطنات حسب خطة سموتريتش موجودة بالفعل في الأدراج، وربما تخرج الآن بذريعة هذا الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية. يعني هذا أمر ليس بجديد، وإنما هو صحيح. فقط تصعيد مقابل، تصعيد سياسي مقابل من الحكومة الإسرائيلية، ربما تستخدم هذه الورقة في توقيت مناسب بالنسبة لتل أبيب. بالفعل، ولربما سموتريتش يستغل هذه الأحداث السياسية لتمرير أهدافه الاستيطانية. إذا ما لاحظنا في عقب أي عملية أمنية أو على خلفية أمنية تتم في القدس والضفة،
تخرج تصريحات من التوأمين، أولهما إتمار بن كبير الذي يروج لفكرته بأن ضرورة التسليح للمستوطنين تأتي ثمارها وأكلها من خلال التصدي لمنفذي العمليات، وبهذا يعزز طرح فكرته أكثر فأكثر لأنها مهاجمة إسرائيليا. كذلك سموتريتش عقب أي عملية في الضفة والقدس يخرج بتصريحات ويقول الحل الأمثل لمجابهة هذا الإرهاب وهذا النوع من الإرهاب هو الاستيطان، وكأنه يسحب أدراجه أو ملفاته من أدراجه مجددا باستغلال كل هذه الظروف السياسية المواتية على حد تعبيره. وهذا أصلا ما أثنى عليه إتمار بن كبير من خلال اقتحامه لأول مرة منذ 7 أكتوبر للمسجد الأقصى المبارك، وقال بأن الرد على الاعتراف الأوروبي في دولة فلسطين يجب أن يكون بتعزيز الاستيطان ليس فقط في الضفة والقدس، بل أيضا طلب في احتلال قطاع غزة وإعادة الاستيطان في قطاع غزة. ناهيك عما قاله وصرح به وزير الدفاع يوآف جالانت الذي قال بأنه سيتم العمل على إصدار قانون أو تم العمل على إصدار قانون فك الارتباط. هذا يعني بأن هذا القانون الذي كان قد سن في بداية الألفينيات وتقريبا في 2005 كان يمنع المستوطنين من الدخول إلى أراضي الضفة الغربية وتحديدا في شمالها، اليوم بعد فك هذا الارتباط وإلغاء قانون هذا فك الارتباط، هذا يعني بأن المستوطنون يستطيعون العودة والمكوث والتجول في شمال الضفة الغربية، بل وأن البؤر الاستيطانية غير الشرعية أصلا والذي صدر قرار بتفكيكها وترحيل المستوطنين فيها الآن تصبح استيطانية، وهذا كله يندرج ضمن المخطط الأكبر الذي يدعو إليه سموتريتش متمثل في E1 القدس الكبرى، المشروع الاستيطاني 2050. هذا كله يهدف من خلاله اللوبي الصهيوني وأيضا الجمعيات الصهيونية وحتى المنظمات السياسية الرسمية في إسرائيل إلى تنفيذ هذا المخطط الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية من خلال المستوطنات ويصل المستوطنات بعضها في بعض، سواء في مستوطنات شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها عند الخليل والنقب وما يعني هذا رغم ما قالته القناة 12 العبرية من أن مستويات استهداف المستوطنات خاصة مستوطنات الشمال زادت منذ اقتحام رفح بخمسة أضعاف، يعني شهدت حوالي 800 قذفة صاروخية، فبالتالي ربما هذا أيضا يعني نوع من المجازفة أن يعود المستوطنون لهذه المستوطنات التي تستهدف بشكل كبير مقارنة بما سبق. بالفعل، ونحن نقول عادة سياسة عقاب جماعي، ولكنني أراها سياسة انتقام جماعي لأن الفلسطيني لم يفعل شيء ليعاقب على بناء استيطاني تحديدا في شمال الضفة، لكنه الآن يعاقب حتى الإسرائيليين دانا يبدو. بالفعل اليوم حتى أتحدث عن غياب قانون رادع، غياب القانون الرادع جعل المستوطنين ينفذون اعتداءهم على الفلسطينيين هناك. كان هنالك حراك من قبل المستوطنين يطالبون في عودة الاستيطان في شمال الضفة الغربية، لا يؤمنون فقط بأن الاستيطان يكون غرب القدس أو في أراضي 48 وما إلى ذلك، ويضربون بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تقول أن البناء الاستيطاني غير شرعي في القدس الشرقية وفق القوانين الدولية وفي الضفة الغربية، بل أنهم احتجوا وأقاموا التظاهرات ووضعوا بؤر استيطانية غير شرعية. اليوم بعد إقرار هذا القانون لربما تكون مساحة جديدة لهؤلاء اليمنيين المتطرفين الذين ينفذون اعتداءهم، الذين يريدون إحلال المستوطنين بدلا عن الأهالي الأصليين، وهذا كله يندرج تحت الحرب الديموغرافية، أقلية عربية وأكثرية يهودية. أشكرك جزيل الشكر مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة زميلة دانا أبو شمسية، أشكرك جزيل الشكر.